ان شاء الله. فهد جروس لم يلغي عقده، جروس انتهت فتره تدريبه او فتره العقد كان بينه وبين الاهلي، لم يطلب طالب جديد، طلب فتره لمده 3 شهور اجازه لظروفه الخاصه مثلا. الان الزميل علي يعني يحمل الاداره الاهلاويه خطا اقاله السيد جروس او عدم التجديد مع السيد جروس، لان ما قام به جروس والاداره الاهلاويه خلال الفتره التي اشرف فيها جروس على اللداء جوميز كاد ان يعصف به بناء على ما ذكره الزميل علي. تفضل. والله جميعنا يتذكر نهايه الموسم الماضي انه انتهى عقد السيد جروس والرجل طلب انه يرتاح ما يمدد عقده، وطلب راحة على أنه قلبه ابتعد عن التدريب أعتقد لمدة سنة، وبالفعل هو كان يعني ما عنده عقد، عندما عاد الأهلي وتعاقد مع المرة الأخرى ما كان يعني متعاقد مع أي نادي، وهو قالها أعتقد نهاية الموسم طيب الماضي. ايش تقرأ من موقف جروس؟ يعني هل كان في بينه وبين الإدارة الأهلوية يعني مفاوضات وهناك اختلافات على امور معينه ربما تكون يعني لا 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 لا, 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 لا الفاصل؟ والله ما اعتقد ان هذا ما اعتقد يعني بالصوره كبيره، لكن كان في وقتها كان في خلافات بين طارق كيان وبين جروس وطفحت على السطح في وقتها. جروس بعد ما انهى الموسم حقق يعني بطولتين مع خاصه بطوله الدوري، كان الاهلي يعني بعيد عن البطوله، وعندما حققها كان الرجل ناوي يرتاح لمده موسم وذكرها في وقتها، والدليل انه عندما رجع الى الاهلي وتعاقد معه كان ما كان مرتبط مع اي نادي. بالتاكيد النادي الاهلي اغرى السيد جروس مما دعاه للعوده للنادي الاهلي. لكن انا ما اعتقد الاستقرار مطلوب يعني، وفي خاصه في كره القدم، لكن ما اعتقد ان نادي بحجم الاهلي نتائجها مرتبطه بالسيد جروس. حتى من الظلم ان نحكم على جوميز خاصه انه يعني في 3 جولات او في 4 جولات. لو عدنا للموسم الماضي ورجعنا للمباريات، الاهلي مع السيد جروس تعادل اكثر من مباراه، ومما دعاهم الاستعانه بطارق كيال ولأجل مناقشة السيد جروس بالنواحي الفنية. طيب مستوى الأهلي مع جروس بالإضافة إلى رحيل طارق كيال، هي من أغرت جروس أو هي من طلبت من أو جعلت الإدارة الأهلوية تطالب جروس بالعودة؟ والله شوف أنا أعتقد أن إدارة الأهلي يعني أنها تبحث عن عودة جروس هذا شيء طبيعي، خاصة أنه حقق معهم نتائج وعارف الفريق الأهلاوي وعارف الدوري السعودي. أنت تحتاج في هذه المرحلة مدرب يعني ملم بالدوري السعودي وعارف لعيبتك، وهذا أحسن ما تجيب مدرب يعني جديد وممكن يحدث أشياء يعني في الفريق أو طرق جديدة تسبب لك خسائر.